بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، بعد قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين، وهما يتضمنان معنى لا إله إلا الله، وقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وما بعدها تتضمن شهادة أن محمدا رسول الله. ففي هذه الآيات معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن لا إله إلا الله تتكون من النفي والإثبات، وفي هاتين الآيتين نفي وإثبات. ففي قوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآيات، هذا فيه إثبات العبودية لله جل وعلا واستحقاقه لها دون غيره، وهذا معنى الإثبات في لا إله إلا الله. وفيها نفي، وهو في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو معنى لا إله إلا الله تماما، إذ في هاتين الآيتين إثبات استحقاق العبودية لله، وفيهما نفي العبودية عما سواه، فهما تتضمنان معنى لا إله إلا الله. وفي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تضمن مع شهادة أن محمدا رسول الله،
إذ لا تكفي شهادة لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمدا رسول الله، ولا تكفي شهادة أن محمدا رسول الله إلا بعد شهادة أن لا إله إلا الله، فهما متلازمتان تماما. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما عبد سواه فهو باطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هناك معبودات كثيرة في الوجود للمشركين، هناك معبودات غير الله كثيرة في الوجود، ولكن كلها باطلة ولا يحق منها إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا فمعنى لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، معنى ذلك لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما معنى شهادة أن محمدا رسول الله فهو أن تقر وتعترف بقلبك وتنطق بلسانك بأن محمدا رسول من عند الله حقا، تعترف بقلبك برسالته. ولا يكفي الاعتراف في القلب، بل لا بد معه من النطق باللسان. فإن من اعترف بقلبه أنه رسول الله ولم ينطق بذلك فإنه يكون كافرا. فإن المشركين يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم، ولكن يمنعهم الكبر والاستكبار والعناد من أن يصرحوا بذلك. فهذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فاعترافه بقلبه لم ينفعه ولم يخرجه من الكفر. وقال الله جل وعلا في عموم المشركين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعترفون أنه رسول الله، ولكن منعهم الكبر والمعاندة والحسد أن يصرحوا بذلك بألسنتهم وأن يتبعوه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي منعهم. إذن فمعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تعترف وتتيقن بقلبك وتنطق بلسانك أنه رسول الله حقا، رسول بمعنى أنه مرسل من عند الله جل وعلا يبلغ الناس بدين الله عز وجل، يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل، فهو رسول. والمرسل هو الله جل وعلا، ولهذا يقال رسول الله، فهو رسول من عند الله جل وعلا إلى البشرية كافة.
وقال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال عليه رحمة الله: ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أن تقر وتعترف بأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فتطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن تقر وتعترف ظاهرا وباطنا بأنه رسول الله. ولا يكفي هذا، بل لا بد من اتباعه، لا بد من اتباعه وتصديقه، ولا بد من طاعته وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الاقتصار على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر، فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله جل وعلا. طاعته فيما أمر، كل ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم تطيعه ولا يسعك مخالفته، كما قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما الذي يشهد أنه رسول الله ولكنه لا يطيعه، وإنما يطيع هواه ويطيع ما ترغبه نفسه أو ما يملي عليه شياطين الإنس والجن، فهذا لم يشهد أنه رسول الله. هذا تناقض، كيف تشهد أنه رسول الله وتطيع غيره من هواك أو من دعاة الضلال؟ وترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك بحسب الأوامر، بحسب الأوامر. لكن على كل حال طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، لا خيار فيها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور من أمور الغيب، أخبر عن المغيبات التي أطلعه الله جل وعلا عليها وبلغها للناس، كإخباره عن الأمم الماضية وما حل بها، ما حل بالكفار والمعاندين للرسل من العقوبات، وما حصل لأتباع الرسل، ما حصل للرسل وأتباعهم من النصر والتأييد. أخبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعاصر هؤلاء الأنبياء،
ولا حضر وقتهم، وبينه وبينهم مدة زمنية بعيدة، فإخباره عن ذلك وهو لم يشاهده ولم يدركه هذا دليل على أنه رسول الله، وأنه ما جاء بشيء من عنده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور مستقبلة تكون في آخر الزمان، وتكون بعد الموت في القبر، وتكون في البعث والنشور، وتكون في الجنة والنار. أخبر عن أمور لم يأتي زمانها بعد، وفصلها تفصيلا، فدل على أنه لا يقول شيئا من عنده، وإنما يقول ما قيل له من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن ما جاء به وحي من الله جل وعلا. فإن شككت في خبر صحيح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مؤمنا أنه رسول الله، إذ كيف تؤمن أنه رسول الله ولا تأتمنه على الأخبار وعلى المغيبات التي أطلعه الله عليها؟ واجتناب ما نهى عنه كذلك من معنى شهادة أنه رسول الله، أن تجتنب ما نهاك عنه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المحرمات وعن الفواحش، وأعظم ما نهى عنه الشرك، الشرك بالله عز وجل، نهى عن البدع والمحدثات، نهى عن المعاصي والسيئات، نهى عن كل ما فيه ضرر على العباد في دينهم ودنياهم. فواجب على من يشهد أنه رسول الله أن يجتنب ما نهاه عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو الواجب. واجتناب ما نهى عنه وزجر، نهى عن المعاصي، نهى عن الشرك، نهى عن البدع والمحدثات. فيجب على من آمن به وشهد برسالته أن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عليه الناس أو كثير من الناس، أو كان هو يستحسنه في نفسه، يجب عليه أن يترك ذلك. ولا خيار له في هذا الأمر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما دام أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تشهد أنه رسول الله ظاهرا وباطنا، فإنه يجب عليك اتباعه، فلا تفعل إلا ما شرعه صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يشرعه فإنك تجتنب، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما ترك شيئا من أمور الدين إلا وبلغه لأمته، وما ترك شيئا ينفع الأمة إلا بينه لها، وما ترك شيئا يضر الأمة إلا حذرها منه. فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يأتي أناس يزعمون أنهم من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهدون أنه رسول الله، ثم يحدثون البدع ويأمرون بها ويدافعون عنها، هل هذا إلا محادة لله ولرسوله؟ كيف تشهد أنه رسول الله وتعبد الله بغير ما شرعه لك، بل بما شرعه هواك أو شرعه شياطين الإنس والجن ودعاة الضلال؟
فشهادة أن محمد رسول الله تقتضي اتباعه جملة وتفصيلا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فالذين آمنوا به وعزروه، يعني وقروه ونصروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به، اتبعوا النور الذي أنزل به. فلا يكفي آمنوا به وعزروه ونصروه، بل لا بد من الاتباع أيضا، لا بد من الأمور هذه كلها، الإيمان والتعزير له صلى الله عليه وسلم بمعنى التوقير والاحترام، ونصرة دينه، نصرة دينه والجهاد لإعلاء هذا الدين مع الاتباع، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن والسنة، هذا هو النور الذي ينور القلوب وينور السبل وينور الوجوه، كله نور، ما جاء به صلى الله عليه وسلم كله نور، واتبعوا النور، وما خالفه فهو ظلام، ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ظلام وضلال وشرك وخرافات وبدع ومحدثات. فعلى العبد أن يتفطن لهذا الأمر، ويعلم أن شهادة أن محمدا رسول الله تتضمن معاني جليلة، ما هي مجرد لفظ يقال باللسان ويردد، وإنما هو لفظ يتضمن عهودا ثقيلة يجب عليك الوفاء بها والتزامها حتى تحقق شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا: وإن كنتم، هذا خطاب للناس الذين تقدم ذكرهم في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وإن كنتم أيها الناس في ريب، الريب هو الشك، هو الشك والتردد بين أمرين لا يترجح أحدهما على الآخر، هذا هو الريب والشك. فمن كان مترددا في أمر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صدق رسالته ومترددا في هذا القرآن لأنه كلام الله، من كان عنده شك في ذلك أن هذا القرآن كلام الله ويقول إنه كلام البشر، أو يقول كلام محمد، أو يقول هذا كلام جبريل، أو يقول هذا كلام أهل الكتاب، الرسول أخذه عن أهل الكتاب واكتتبه من أهل الكتاب أو تعلمه من أهل الكتاب ولم يأته شيء من عند الله عز وجل، كما يقول المشركون ذلك، قالوا عن هذا القرآن إنه قول البشر، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو قول الله جل وعلا، وقالوا افتراه، أم يقولون افتراه، قالوا إن الرسول افتراه على الله وكذبه على الله، قال إن هذا كلام الله وهو الواقع كلامه هو، فهذا الافتراء، قالوا إنه سحر، إن هذا القرآن سحر، قالوا إن هذا القرآن إملى من إملاء اليهود والنصارى، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فقالوا في هذا القرآن أقوالا كثيرة متضاربة ولم يثبتوا على قول، أحد يقول هذا كلام محمد، أحد يقول هذا كلام جبريل، أحد يقول هذا كلام السابقين
ومحمد تلقاه عن غيره، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قالوا إنه غلام في مكة من أهل الكتاب، كان الرسول يأتيه فيعلمه هذا الغلام، فظهر على الناس به وادعى أنه رسول الله وهو قد تلقاه عن هذا الغلام، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا الغلام أعجمي والقرآن عربي مبين، كيف يتأتى للأعجمي أن يأتي بقرآن عربي مبين؟ هذا رد عليهم. المهم أنهم قالوا في القرآن أقوالا كثيرة، ومجملها أنهم لا يعترفون أنه كلام الله، وإنما جاء به هذا الرجل، جاء به هذا الرجل إلى الناس، إما أنه ناتج عن سحر أو عن تعليم أو عن استملاء من أهل الكتاب أو غير ذلك مما قالوه. الله جل وعلا تحداهم في ذلك وأبطل قولهم، فقال وإن كنتم في ريب، يعني شك، مما نزلنا على عبدنا من القرآن والسنة وتقولون إنه من عنده أو تلقاه عن غيره، إن كان الأمر كما تقولون فمحمد بشر وأنتم بشر، محمد عربي وأنتم عرب، فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، لأنه إذا كان من قول الرسول ومن قول البشر وأنتم بشر وعرب فأنتم تستطيعون أن تأتوا بمثله، تستطيعون ما دام أنه بشر وكلامه من كلام البشر وأنتم بشر وعرب تستطيعون أن تأتوا بمثله، وهذا ما يسمى بالتحدي والتعجيز والبرهان. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هاتوا حتى ولو أقصر سورة، ولو سورة الكوثر أو سورة العصر أو سورة الإخلاص، هاتوا سورة مثل سورة الإخلاص، مثل سورة الكوثر، مثل سورة النصر، أقصر سورة في القرآن، لأن كلمة سورة مطلقة تشمل سورة طويلة أو سورة قصيرة، فأتوا بسورة من مثل. هذا التحدي في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سورة البقرة نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقه تحد في مكة قبل الهجرة في آيات كثيرة، تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثل القرآن الذي يزعمون أنه من كلام محمد، بل تحدى الجن والإنس، قال تعالى في آخر سورة الإسراء، في آخر سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس، الإنس جميع الإنس الذين يعيشون على وجه الأرض، عرب وعجم، متعلمون وغير متعلمين، علماء وعوام، شعراء وأدباء، وكل بشر، لئن اجتمعت الإنس عربهم وعجمهم علماؤهم وعوامهم أدباؤهم وغيرهم شعراءهم فصحاءهم، لو اجتمع الإنس كلهم
والجن وهم العالم الخفي، عالم خفي من عالم الغيب، خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولهم صفات غير صفات الإنس، ولهم مميزات غير مميزات الإنس، يختلفون عن الإنس، وعندهم قدرة ليست عند الإنس. فلو اجتمع الثقلان الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو كان بعضهم يعين بعضا ويتساعدون على أن يأتوا بقرآن يشابه هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وهو في مكة وأعداؤه كثيرون، وأهل الأرض غالبهم ضده صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما استطاعوا، لا يأتون بمثل، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم في سورة هود، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، استعينوا بمن تريدون من الجن أو الإنس، استعينوا وأتوا بعشر سور. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. وفي سورة يونس وهي مكية أيضا، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. في سورة يونس وهي مكية، سورة الإسراء وسورة هود سورة يونس كلها مكية، وفيها هذا التحدي، تحدي أن يأتوا بالقرآن بمثل القرآن، تحدي أن يأتوا بعشر سور، تحدي أن يأتوا بسورة واحدة. هذا في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة ما معه إلا قلة من الناس، وأكثر أهل مكة وغيرهم كلهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أفصح العرب، فيهم خطباء مفوهون، وفيهم شعراء، وفيهم حكماء، وفيهم أهل ثقافة وأهل اطلاع، حتى فيهم يهود وفيهم نصارى. وقد تحدى الله الجميع أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة تشابه القرآن، فإذا فعلوا ذلك صح قولهم وأن هذا القرآن من كلام البشر. أما إذا لم يستطيعوا فإن هذا دليل قاطع على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام خالق البشر سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولاحظوا قوله على عبدنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، وليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، وإنما هو عبد لله عز وجل، والعبودية هي أشرف المقامات. ولهذا قال جل وعلا مما نزلنا على عبدنا، وصفه بالعبودية في مقام التنزيل، وفي الآية الأخرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي الآية الأخرى
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. كل هذه الآيات في مقام التنزيل وصفه بالعبودية، وأنه بشر، وأنه عبد لله عز وجل، كما وصف الله غيره من الأنبياء. نوح عليه السلام قال عنه إنه كان عبدا شكورا، وقال وكذبوا عبدنا، يعني نوح عليه الصلاة والسلام، وصفه بالعبودية. داود، واذكر عبدنا داود، وصفه بالعبودية مع ما آتاه الله من الرسالة والملك، وصفه بالعبودية. ووصف سليمان بأنه عبد، نعم العبد، قال نعم العبد إنه أواب. ووصف أيوب عليه السلام، واذكر عبدنا أيوب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز مرتبة العبودية. فمن غلا فيه وادعى فيه شيئا من حقوق الربوبية فإنه يكون مشركا كافرا. الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويستنجدون به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه النصر والتأييد، ويطلبون منه قضاء حاجاتهم وتفريج كروباتهم، هؤلاء رفعوه عن مرتبة العبودية إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تغلوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى غلوا في المسيح عليه السلام حتى قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، هذا من الغلو في البشر، غلوا فيه حتى جعلوه شريكا لله سبحانه وتعالى، فأخرجوه من مرتبة العبودية إلى مرتبة الربوبية. هذا هو الغلو، ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا وصفه صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله. وهذا أشرف صفة له صلى الله عليه وسلم، أنه عبد الله وأنه رسول الله. ووصفه بالعبودية أيضا في مقام الإسراء والمعراج، فقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وصفه بالعبودية في هذا المقام العظيم وهو الإسراء الذي لم يحصل لغيره من البشر. فهو صلى الله عليه وسلم مهما أوتي من المنازل العالية لا يتجاوز العبودية ولا يتعدى مرتبة العبودية، بل كل الخلق لا يتعدون مرتبة العبودية، لا الملائكة ولا الرسل والأنبياء ولا الأولياء والصالحون لا يتعدون مرتبة العبودية، حتى المؤمنون والكفار كلهم عبيد الله. قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فليس لأحد شيء من خصائص الله، ولا أحد يخرج عن العبودية، عن عبودية الله سبحانه وتعالى. إما العبودية الاختيارية وهي عبودية التوحيد والعبادة، أو العبودية الاضطرارية. الكفار عباد الله بمعنى أنهم داخلون تحت إرادة الله وتقديره ومشيئته سبحانه، لا يخرجون عن ذلك وتدبيره، ما يخرجون، ما أحد يخرج عن قدرة الله ومشيئة الله وتدبير الله، كلهم عباد، كلهم عباد، لكن منهم عباد مؤمنون ومنهم عباد كافرون. فمن زعم أن الرسول
أو أن أحدا من الأولياء والصالحين يتجاوز مرتبة العبودية إلى مرتبة الربوبية فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. ثم أيضا من زعم أن أحدا يصل إلى غاية تسقط عنه التكاليف بعدها كما يقوله غلاة الصوفية في أئمتهم أنهم إذا وصلوا وعرفوا ما يحتاج أنهم يصلون ويصومون ويتعبدون لله لأنهم وصلوا إلى الغاية وعرفوا الله عز وجل فتسقط عنهم الصلاة والصيام والحج، وإنما هذه على العوام واللي ما عرفوا ولا وصلوا هذه الأوامر، هكذا يقول الصوفي. فيخرجون أولياءهم ورؤساءهم وكبارهم من مرتبة العبودية إلى مرتبة لا يكونون داخلين تحت العبودية ولا تحت الأوامر والنواهي، فلا يخرج أحد عن عبودية الله سبحانه وتعالى مهما بلغ من الصلاح والتقوى والعبادة والكرامة، ما يخرج عن العبودية، هو عبد لله سبحانه وتعالى. وقال الله في الملائكة: بل عباد مكرمون، عباد لله سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال في المسيح الذي غلا فيه النصارى وقالوا إنه الله أو ابن الله ثالث ثلاث، قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن العبودية لا يخرج عنها أحد، وأكمل الخلق وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد من عباد الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثل القرآن، وادعوا شهداءكم، استعينوا بمن شئتم من الجن أو من الإنس، استعينوا بمن شئتم، ما تقولون عجزنا نحن، لا، استعينوا بمن شئتم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، يعني لم تأتوا بسورة من مثله، عجزتم عن ذلك، قال: ولن تفعلوا. هذا من معجزات القرآن، أخبر أنهم لا يستطيعون هذا في المستقبل إلى يوم القيامة، ولا يزال الخلق عاجزين عن الإتيان بسورة من مثل هذا القرآن، مع من فيهم من الأعداء والحاسدين والحاقدين من اليهود والنصارى والمشركين في كل زمان ومكان. التحدي مفتوح إلى أن تقوم الساعة، ولهذا قال: ولن تفعلوا، هذا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فالتحدي لا يزال مفتوحا. فمن كان يشك في أن هذا القرآن من يشك في أنه من عند الله وأنه من كلام الرسول فعليه أن يأتي بمثله. وليس هذا خاصا بمشركي قريش أو مشركي العرب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لكل المشركين والكفرة إلى أن تقوم الساعة. ولن تفعلوا. ولن تفعلوا، هذا إخبار عن المستقبل، الرسول يعلم المستقبل، فدل على أن هذا من عند الله الذي يعلم سبحانه وتعالى كل شيء.
وأن هذا قرآنه وكلامه. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذا عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله وعرفتم هذا، ما بقي إلا العناد، ما بقي إلا العناد، والمعاند جزاؤه النار. فاتقوا النار، اتقوا النار، ما بقي عليكم إلا النار. إما أن تتبعوا هذا القرآن الذي عرفتم أنه من عند الله فتكونون من أهل الجنة، وإما أن تستمروا على عنادكم للقرآن فتكونون من أهل النار. ولا يقيكم من النار إلا التوبة، إلا التوبة إلى الله عز وجل، والاعتراف بأن هذا القرآن هو كلام الله لا كلام غيره، وأنه حق. ما يقيكم من النار إلا هذا، إلا هذا، إلا الإيمان بالله والتوبة من الكفر والشرك والمعاندة، لأنه اتضح لكم الحق، ومن اتضح له الحق وجب عليه الانقياد، فإن لم ينقد فإنه من أهل النار. فاتقوا النار، يجعلوا بينكم وبينها وقاية من التوبة والرجوع إلى الله والدخول في الإسلام. التي وقودها الناس والحجارة، وقودها يعني حطبها، وقود بفتح الواو الحطب، وأما الوقود بضم الواو فهو الالتهاب، الالتهاب يقال وقود، وأما الوقود بالفتح فهو الحطب. التي وقودها أي حطبها الناس، أي جثث الكفار، جثث الكفار، تشتعل بهم النار والعياذ بالله، تشتعل بأجسامهم وفي جثثهم، يكونون لها حطبا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، تشعل فيهم النار، ليست كنار الدنيا وقودها الحطب المعروف أو الغاز أو غير ذلك من المواد المشتعلة، وإنما هي نار توقد بأجسام الناس والعياذ بالله. وقودها الناس الكفار، والحجارة، حجارة حطبها أيضا من الحجارة. وما هي هذه الحجارة؟ قيل إنها حجارة من كبريت، حجارة من كبريت، ليكون ذلك أشد في اشتعالها وحرارتها، ما توقد بحطب وإنما توقد بحجارة من كبريت. وقيل المراد بالحجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالحجارة إما أن المراد بها حجارة من كبريت يكون ذلك أشد في اشتعال النار، وأيضا لا تخمد، هذه النار لا تخمد مثل نار الدنيا بل هي مستمرة، فأنذرتكم نارا تلظى مستمرة دائما لا تخمد ولا تبرد، كلما خبت زدناهم سعيرا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فهي دائمة الاشتعال، لأن مادة الاشتعال هذه تمدها بالوقود، ليست كنار الدنيا إذا نفد الحطب أو قل حطبها خمدت، لا، هذه حطبها مهيأ ودائم ولا ينقطع أبدا.
فما دام فالكفار دائما مخلدون فيها، الكفار مخلدون في النار، إذن أجسامهم دائما في اشتعال والنار دائما مشتعلة والعياذ بالله، مشتعلة بهم. وقودها الناس والحجارة. وإن كان المراد بالحجارة حجارة الأصنام فهذا من باب النكاية، من باب النكاية بالكفار الذين عبدوا هذه الأحجار ليعرفوا أنها ليست بشيء، وأنها لو كانت آلهة لما دخلت النار، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فاتقوا النار. إذن من كذب بالقرآن أو شك أنه من عند الله أو تردد ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه يكون مع من أهل النار، يكون مع الكافرين، التي وقودها الناس والحجارة أعدت، أعدت يعني خلقت وهيئت للكافرين. وقد يدخلها بعض عصاة المؤمنين لتطهيرهم وتمحيصهم ثم يخرجون منها، أما الكفار فإنهم لا يخرجون منها أبدا، دائما كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، ما لا خروج لهم أبد. موصدة، موصدة يعني مغلقة، إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة في عمد ممددة موسعة والعياذ بالله، تسعهم وتشملهم. وفي قوله أعدت للكافرين دليل على أن هذه النار موجودة الآن وأنها مخلوق، وليست كما يقول بعضهم إنها تخلق يوم القيامة، بل هي مخلوقة لقوله أعدت، وأعد هذا فعل ماض دل على أنها مخلوقة وموجودة الآن. ويدل على هذا أيضا أدلة أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة وأن هذا الحر الذي يجده الناس في بعض الأوقات هذا من فيح جهنم، وشدة البرد من زمهرير جهنم. في الحديث أن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وذلك أشد ما يجده الناس من البرد، ونفسا في الصيف وهذا أشد ما يجده الناس من الحر، فدل على أن هذه النار موجودة ومهيئة وأنها توقد ولا تزال توقد وتهيأ للكفار والعياذ بالله. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة يعني سقط شيء سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعرها، منذ 70 سنة وهو يهوي الآن وصل إلى قعرها، فهذا دليل على وجود هذه النار وأنها بعيدة، بعيدة الغور والعياذ بالله، طبقات النار، طبقات دركات، دركات نازلة، كل طبقة أنزل من التي فوقها. أما الجنة فإنها درجات عالية، كل درجة أعلى مما تحتها، ولهذا قال جل وعلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أعلى شيء، وقال في إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين هي أسفل شيء والعياذ بالله.
أعدت للكافرين. هذا جزاء من كذب بالقرآن وشك فيه وتردد فيه أنه من عند الله وقال أنه من كلام البشر أو أنه ما هو صحيح أو إلى آخره. وليس هذا خاصا بقوم مضوا وانتهوا، إنما هذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، شك في القرآن أو شك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، فإنه يتناوله هذا الوعيد الشديد. ثم قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا. هذه طريقة من طرق القرآن الكريم، أنه إذا ذكر الوعيد ذكر بعده الوعد، إذا ذكر الوعيد ذكر بعده الوعد، إذا ذكر العذاب ذكر بعده الجنة، من أجل أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء. إذا قرأ آيات الوعيد يكون عنده خوف، إذا قرأ آيات الوعد يكون عنده رجاء، فهو يكون بين الخوف والرجاء، لا يكون خائفا فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون راجيا فقط حتى يأمن من مكر الله عز وجل، بل المؤمن يكون بين الخوف والرجاء دائما، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله عز وجل. بشر الذين آمنوا، أخبرهم خبرا سارا. البشرى هي الخبر السار الذي تظهر يظهر أثره على البشرة وهي الجلد. الإنسان إذا فرح استنار وجهه، ظهر الفرح والسرور عليه، استنار وجهه وابتسم وضحك وانبسط، هذه البشرى. وإذا حزن أو خاف ظهر ذلك على بشرته، يسود وجهه ويظهر عليه الانقباض. فإذا أخبر بخبر سار ظهر أثر سروره عليه، وإذا أخبر بخبر محزن أو خبر مخيف ظهر ذلك على وجهه وعلى جسمه. بشر الذين آمنوا، أخبرهم بخبر يسرون به ويظهر سروره على وجوههم. الذين آمنوا، هذه الصفة، الذين آمنوا، ولا ينال هذه البشرى إلا المؤمنون. الذين آمنوا عكس الكفار، الكفار قال الله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. أما المؤمنون فإن الله بشرهم بالجنة. وبشر الذين آمنوا، والإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. قول باللسان بأن ينطق بالشهادتين وبذكر الله عز وجل، واعتقاد بالقلب بأن يعتقد ما ينطق به لسانه، ما ينطق باللسان فقط وقلبه بخلاف ذلك، ثم يعمل. ما يكفي القول والاعتقاد، لا بد من العمل والالتزام، فيأتي بالطاعات ويتجنب المعاصي. لا بد في الإيمان من اجتماع هذه الأمور: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. ولهذا قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل وبشر الذين آمنوا فقط، بل قال وعملوا الصالحات. فلا يغتر الإنسان ويقول أنا مؤمن ويترك الأعمال، كما يحصل من بعض المغرورين، يقول يكفي أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكفي أنني مسلم،
ثم لا يبالي بالأوامر والنواهي، يقول هذه ما تضرني ما دمت أني أشهد الشهادتين وأن أنتسب إلى الإسلام، ما يضرني ترك الطاعات وفعل المحرمات كما يقوله بعض المغرورين من المرجئة وغيره. وعملوا الصالحات يعني الأعمال الصالحات، أن لهم جنات، أن لهم ملكهم الله إياه، صارت لهم ملكا لهم، ما أحد ينافسهم فيها ولا أحد ينازعهم فيها ولا يخاصمهم فيها ويقول اطلع عن داري اطلع عن بيتي، هذه لهم، جعلها الله لهم مخصصة لهم، ما ينازعهم فيها أحد. جنات جمع جنة، والجنة في اللغة البستان الملتف بالأشجار والخضرة، هذه الجنة في اللغة، كما قال جل وعلا جنات من أعناب ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات جنات من أعناب ونخيل، فالنخيل والأعناب والأشجار في الدنيا تسمى جنة، جنة دنيوية لكنها جنة مؤقتة وجنة عرضة للزوال. أن لهم جنات، وشوفوا ما هي بجنة واحدة، جنات لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه وتعالى. فالواحد من أهل الجنة يسير في ملكه 100 عام، 100 عام، ما هو بدار ضيقة ولا فلة صغيرة، يسير في ملكه 100 عام. وأيضا هم درجات بعضها فوق بعض بحسب أعمالهم. إن أهل الجنة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليتراءون المنازل العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق. إن من أهل الجنة من يرى منزله كما يرى الكوكب الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينه.